رز بالسي فود، مقاديره على الشاشه بسيطه وسهله. كابوريا يعني اشريات، كاليماري يعني رخويات، سمك فيليه قشر بياض يعني اسماك، كل دول مع بعضيهم، بصل، توم، شويه كرفس حلوين متقطعين ناعم زي الفل، وانا مكعبين من الزبده ومعلقتين من الزيت. وتعالوا شوفوا ازاي هنعمله مع بعض. بصل ناعم وتوم علشان احط الرز على النار واخلص منه واستفيد بالوقت. معلقتين من الزيت، حلو قوي، ونحط الزبده علشان الزبده ما تتحرقش معانا. بصلايه اتحمرت بالشكل ده كده، وهي بتتحمر بنحط عليها التوابل، الشمر الناعم، حلو، ونحط عليها شويه بهارات من اللي عندنا الحلوه، فلفله، الله، شويه زعتر حلوين، كل ده على التومه بتتحمر عشان تاخد الطعم، والفلفل بتاعنا والملح بتاعنا، وننزل بالسي فود يا عم الشيف على الخلطه ديت. ايه السي فود هنا بقى؟ اول حاجه هنزل بيها بتاخد وقت كتير في السوا، الكاليماري. اللهم صل على النبي. ايوه، انا قلت في اول الحلقه الفرق بين الاثنين يا استاذه رحاب، السؤال ده بتاع السوشيال ميديا بيقول لك ايه الفرق بين الكاليماري والسبيط. هو الشكل واحد والطعم واحد للامانه، بس الكاليماري ما بياخدش وقت كبير في السوا، السبيط بياخد وقت كبير. دي الكابوريا بتاعتنا. عيني، حاضر، حاضر، يلا دي الكابوريا، رجول الكابوريا، ننزل بقى هنا، يلا كمان مع بعض، الكابوريا، الله عليك، وناخد نقطعها نصين كده في قلب الحله، اللهم صل على النبي، ونجيب الكبيره دي كده ونخلي الكفر ده على جنب، ونقطع الكابوريا نصين كده، حلو. ومعانا جمبري، فين الجمبري يا شيف؟ حلو، ورجول الكابوريا تتحط هنا، والكفر ده هنخليه هنا كده بالشكل ده كده، كل ده يا شيف، كل ده مع بعضه، واشيل كل حاجه من هنا، ممكن تكون زفره عشان ما يبقاش مطبخي زفر. انا بهديلك الطبق اللي في ايدي ده يا امي، والله تشكيله من السي فود اهوت، كاليماريا، كابوريا، جمبري، كل ده في قلب الطاسه اللي انا حطيت فيها بصل مع توابل مع بهارات. شفنا البهارات اللي انا بحطها، شويه شمر حلوين، بابريكا اللي هي الفلفله الحلوه، ملح وفلفل، وحطيت كمان شويه زعتر، كل ده مع بعضه. نركز بقى في الحته اللي جايه، معايا حله على النار بتغلي حبيبتي دي، حبيبتي، ونحط يا عم الشيف هو ده، دي فيها رز جمبري، فيها ديل الجمبري. تعالوا نشوف اخبار الرز ايه. الله الله الله، رز بالسي فود، رز مصري ولا بسمتي حسب ما انت حابه، بس خلي بالك ده جواه كابوريا جواه جمبري، فخلي بالك واحنا بناكل هنا نقزقز ايه كابوريا وجمبري. لازم الحله دي نغطيها كده بسرعه مع بعض. تعالوا نشوف الجمبري، شوف الكابوريا، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، كابوريا كابوريا تلاقي، جمبري تلاقي، كاليماري تلاقي، كام؟ حلو، الله الله يبارك لك، يلا ننزل 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 ننزل، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اعذبك انا، مش هنزل دلوقتي خالص، اعذبك، الله، لسه ما خلصتش، كل ده مع بعض يا شيف، كل ده مع بعض، هنخلي دي هنا، شيل الكابوريا كده، كفر ده كده، يا ويلي يا ويلي، ايه الحلاوه دي؟ في جمبري هنا، في جمبري هنا، في كاليماري هنا، ايه الحلاوه دي؟ اهو تقدم الطبق ده كده، في القشريات بتاعته، في الطعم، الطعم جه منين؟ من البوكيه جارنيه بتاعنا الحلو اللي احنا حطيناه في قلب الميه اللي بتغلي اللي انا شربت بها الرز، ودي خطوه مهمه جدا، بتعملي سمك تكون الحله دي عندك فيها كل التفاصيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل، احنا كمان القناة الأولى في سر في تفاصيل كتيرة قوي، لو نتابع بس ونشوف. عينيا، الرز ده مكانه كده حلو زي الفل.